تقوم مديرية الضرائب لولاية بورسعيد بيوم تحسيسي للتعريف عن الخدمات الرقمية التي تقدمها مديرية العامة للضرائب وتخص الخدمات تابعكم. في المرحلة الأولى عندنا الطابع الجبائي جواز السفر، اقتناء جواز السفر، وعندنا ثاني كذلك الطابع الجبائي الخاص ببطاقة التعريف الوطنية ورخصة السياقة، هذه في المرحلة الأولى. وهناك كذلك عملية تحسيسية تخص المادة 15 من قانون المالية تصحيح 2023، والذي يسمح للمواطنين أو المكلفين بالضريبة التي لهم ديون جبائية من تسديدها مقابل الاستفادة من إلغاء غرامات التحصيل. كما هناك إجراء آخر يخص المنصة الرقمية للمتابعين للنظام الجزافي بإيداع تصريحاتهم الجبائية الأولية أو النهائية عن بعد، وهي مساهماتك. وأغتنم هذه الفرصة من أجل نقول للمكلفين بالضريبة التابعين لمراكز الجوارية للضرائب، من أجل التقدم إلى مصالح القباضات، من أجل إيداع طلباتهم، ومن أجل طبعا الحصول على الرقم السري اللي يسمح لهم باش يقوموا بالإجراءات إيداع تصريحاتهم. نص المادة 15 من قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، واللي يضمن إلغاء عقوبات التحصيل بالنسبة للديون الجبائية اللي تجاوزت الأربع سنوات، أي من تاريخ انتهاء بداية تحصيلها، يتعلق بالديون تاع 2019 فما فوق. وهذا الإجراء دارته الإدارة المركزية من أجل التسهيل على المواطنين، من أجل تسوية وضعياتهم الجبائية وتسديد ديونهم الجبائية، سواء كانوا أشخاص طبيعيين أو اعتباريين، أنهم يغتنموا الفرصة هذه ويسدوا ديونهم تجاه والتزاماتهم تجاه الخزينة العمومية.